بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام، وأنعم علينا بأن جعلنا من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، أنعم علينا بنعمة الإيمان والقرآن، وهدانا وجعلنا من عباده المصطفين الذين قال الله عز وجل فيهم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وقدوتنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، أرسله ربه تبارك وتعالى بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن نبدأ في المحاضرة، ننوه وبناء على طلب بعض الإخوة الكرام من هذا المسجد أنه سيكون هناك فرصة في آخر المحاضرة أو بعد المحاضرة للأسئلة الفقهية المختلفة. نحن اليوم أيها الإخوة الكرام في رحاب كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن هذه المحاضرة قد اختير لها عنوان: في إعجاز القرآن. هذا الكتاب الذي ما اقتربت الأمة من اتباع أحكامه إلا وعلت وانتصرت ومكنت، وما ابتعدت عنه إلا وأصابها الذل والهوان والفرقة وغلبة الأعداء عليها. هذا الكتاب أيها الإخوة الكرام الذي امتن الله عز وجل بتعليمنا إياه قبل أن يمتن علينا بخلقنا، فقال الله سبحانه وتعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. هذا الكتاب الكريم الذي جعله الله سبحانه وتعالى المعجزة الكبرى والمعجزة الأولى لمحمد صلوات ربي وسلامه عليه. وعندما طلب المشركون آية ومعجزة من النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل مستنكرا هذا السؤال وهم يسمعون هذه الآيات تتلى عليهم آناء الليل وأطراف النهار، فقال الله سبحانه: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. إعجاز القرآن، عندما نقول إعجاز القرآن فهذا يعني أن القرآن معجزة. وما هي المعجزة؟ ما المعجزة؟ وكيف تعرف المعجزة عند العلماء؟ ما معنى أن نقول إن الأمر الفلاني معجزة النبي فلان عليه السلام، كما نقول إن العصا معجزة لسيدنا موسى عليه السلام، وعندما نقول إن الناقة معجزة لسيدنا صالح عليه السلام، وعندما نقول إن القرآن معجزة نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. المعجزة كما يقول أهل العلم هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة يوافق دعوة النبي الذي يدعي النبوة إذا جاء بهذه الأمر بهذا الأمر الخارق للعادة. أمر خارق للعادة يعني خلاف السنن الطبيعية وخلاف السنن الكونية التي
جعلها الله سبحانه وتعالى قوانين يسير عليها هذا الكون وهذا الخلق، أن ينجب أن يولد طفل بدون أب كما ولد عيسى، أن تخرج ناقة من الصخر كما حصل لسيدنا صالح، أن تتحول عصا إلى حية تلتهم وتأكل العصي والحبال التي يرميها أصحاب السحر الباطل. هذه كلها معجزات، لأنها أمر على غير العادة وأمر خارق للعادة ومقرون بالتحدي. السحرة عندما حشرهم فرعون لعنه الله وأراد أن يطفئ بهم نور الله وأمرهم أن يظهروا سحرهم ليبطلوا دعوة النبي موسى عليه السلام، رموا حبالهم وعصيهم واسترهبوا الناس وجاءوا بسحر عظيم كما قال الله سبحانه وتعالى: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. إذن لا توجد معارضة لمعجزة العصا لسيدنا موسى، لأن هذه المعارضة التي أرادوها أبطلها الله سبحانه وتعالى عندما ابتلعت عصا موسى بعد أن تحولت لحية، ابتلعت تلك الخزعبلات التي جاء بها أهل السحر الباطل. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقد كان أهله وقومه وعشيرته أرباب اللسان وأرباب الفصاحة، ألان الله سبحانه وتعالى لهم الكلام والبيان والبلاغة كما ألان لداود الحديد عليه السلام، فجاءهم محمد صلى الله عليه وسلم بكلام وهو الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب ولم يسافر ليتعلم من فلاسفة الشرق أو الغرب أو من أحبار اليهود أو النصارى، فقد تكلم بالقرآن وتلا عليهم القرآن بلسان عربي مبين، وعندما ادعوا أنه تعلم من فلان أو علان ممن لا يحسنون الكلام بالعربية كانت فرصة، وكان الرد عليهم واضحا في القرآن الكريم: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يا معشر قريش، كذبتم بخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ها هو قد جاءكم بكلام تحداكم به، وأنتم من يقيم أسواق المباريات في الشعر وفي التنافس، المعلقات السبع من يجهلها ومن لا يعرفها، التي علقت في الكعبة كما يروى، سوق عكاظ وسوق ذي المجاز وغيرها وغيرها من أسواق العرب كانت تقام فيها المساجلات والمباريات الشعرية والخطب، كانوا قمة في البلاغة، فجاءهم كلام لم يدروا كيف يردون عليه أو كيف يغلبونه أو كيف يبطلون دعوته. جاءهم من رجل من أحسن الناس نسبا، ولكنه كان يتيما وكان أميا لا يحسن القراءة والكتابة، وفي هذا أبلغ الإعجاز. ولهذا قال الشاعر: كفاك بالعلم في الأمي معجزة، في الجاهلية والتأديب في اليتم. رجل يأتي بكلام مليء بالعلوم والمعارف وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، وهو قمة في الأدب والخلق والاستقامة حتى قبل النبوة وهو يتيم، هذه قمة المعجزة. ولهذا يصدق أن نقول إن المعجزة الكبرى أو المعجزة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن. كان قوم موسى
قد اشتهروا بالسحر، فجاءهم موسى بشيء يشابه ما يفعلونه ولكنه حق، وغلبهم فيما يتنافسون فيه. وكان قوم عيسى مشهورين بالطب، يشفي الله سبحانه وتعالى على أيديهم المرضى، فجاءهم عيسى فأبرأ الأكمه الذي يولد وهو أعمى، وأبرأ الأبرص الذي حار فيه الأطباء، وأحيا الموتى. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحيي ميتا رد إليه الروح، ولكنه أحيا أمة بهذا القرآن. وما أحسن قول القائل: أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من العدم. بما أحياهم؟ أحياهم بهذا الكتاب، هذا القرآن الذي سماه الله سبحانه وتعالى روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، لأنه جسد هذه الأمة. إذا فقد الروح كان كالميت، إذا فقدت هذه الأمة اتصالها بكتاب الله سبحانه وتعالى وبفهمه وتدبره والعمل به والدعوة إليه والدفاع عنه وتحكيمه، فقدت روحها وفقدت قوتها. ونعلم جميعا وتعلمون ما كيف كان العرب قبل الإسلام وقبل هذا القرآن. كانوا أمة بدوية جاهلة، لا يحسنون إلا البلاغة أو فنون القتال أو بعض أنواع التجارات، ولا يقارنون من حيث العلم والمدنية والحضارة بالفرس أو الروم أو غيرهم. جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن، وما هي إلا سنوات حتى أصبحوا سادة لغيرهم من الأمم. ولهذا قال بعض قادة الفرس وبعض ولاتهم عندما رأى المسلمين في زمن الفاروق عمر رضي الله عنه، وكان يعلم من هم العرب قبل الإسلام، لا يساوون شيئا، قال كلمة مشهورة تدل على حقده وحسده لهذه الأمة التي اختارها الله سبحانه وتعالى. قال: أكل عمر كبدي، عمر بن الخطاب، أكل عمر كبدي غاضني. لماذا؟ قال: يعلم الكلاب الآداب. وحاشاهم، رآهم كيف صاروا بعد القرآن وبعد الإسلام وبعد أن حملوا هذه الدعوة المباركة، دعوة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فجاءت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم تقضي أو تغلب أو تهزم قومه فيما امتازوا به، وهو البلاغة والفصاحة. ولهذا قال العلماء: من أراد أن يعرف مكانة القرآن في البلاغة والفصاحة فليقرأ وليطالع كلام البلغاء والفصحاء والشعراء، لأنه يعلم أن كلام هؤلاء هذه هي القمة. عندما نقول، كما يعرف أهل الأدب واللغة والتاريخ، عندما نقول النابغة الذبياني، هذا شاعر جاهلي من أفصح الشعراء قبل الإسلام، عندما يقرأ الإنسان كلامه ثم يرى كيف العلماء ذكروا آيات من أبلغ آيات القرآن، يبينون للناس أن القرآن فاق أفصح العرب كلاما وأقواهم شعرا وألذهم حديثا. ولكن للأسف كان من كيد الأعداء لهذه الأمة، من جملة الكيد وهو كثير وكثير جدا، أنهم حجزوا بين المسلمين وبين لغتهم. كان الأعرابي إذا سمع آيات من كتاب الله تبارك وتعالى، الأعرابي القح الذي لم تتلوث لغته بشيء من الفساد أو شيء من العجمة أو اعوجاج اللسان، كان غالبا إذا لم يكن معاندا أو حاسدا أو مستكبرا، غالبا ينيخ راحلته، يربط ناقته، ويأتي ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ولهذا وقد عرف أعداؤه من مستكبري قريش
والملأ منهم الذين استكبروا وهم يوقنون أنه صادق في دعوته، كانوا يحذرون منه الناس والوفود بأنه ساحر لا تسمعوا له، سيسحركم ويؤثر على عقولكم. وقصة الصحابي الجليل معروف، قصة الطفيل بن عمرو الدوسي، صحابي جليل من أهل اليمن، وكان شاعرا وفصيحا وأديبا، حذروه من أن يسمع، جاء ليستطلع أحوال هذا الرجل الذي يقول إنه نبي صلى الله عليه وسلم، فحذره كبار قريش وقالوا له: إياك أن يسحرك بلسانه، إياك أن تسمع له. قال: جئت وهو يصلي في جوف البيت، جئت واقتربت منه، ومن شدة خوفي من كلامهم أني وضعت كرسفا في أذني. الكرسف هو القطن، وضع قطنا في أذني خشية أن يسمع شيئا من القرآن فيتأثر ويتأثر بالسحر كما قالوا له. ثم اقتربت وإذا محمد صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاته، فقلت في نفسي: أنا رجل لبيب وأديب وشاعر، لا يخفى علي جيد الكلام من رديئه وحقه من باطله، لماذا لا أسمع؟ فإن وجدت خيرا اتبعته، وإن وجدت باطلا رددته. أراد الله سبحانه وتعالى أن يهديه، فنزع القطن من أذنيه، وما إن سمع آيات من فم الرسول صلوات ربي وسلامه عليه حتى شهد شهادة الحق وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ولهذا كانت الكفار يقولون كما حكى القرآن عنهم: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فالأعداء الآن يحجزون، ليس الآن، منذ قرون وهم يحاربون هذه اللغة، ولكنها باقية رغم أنوفهم. والله سبحانه وتعالى كما يقيد للأحاديث النبوية من يميز الصحيح منها من الباطل، وكما يقيد لعلوم الإسلام من يحفظها ويدونها ويدرسها جيلا بعد جيل، يقيد الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة من يحفظ هذه اللغة، لأنها هي مفتاح هذه المعجزة. كلما تضلع الإنسان في من هذه اللغة وعلومها، كلما عرف ما معنى أن القرآن كلام معجز. طبعا جوانب الإعجاز كثيرة، نحن الآن نتكلم عن الإعجاز اللغوي، ولكن جوانب الإعجاز العلمي هناك هيئات ومنظمات ومراكز أبحاث تعلمونها وتسمعون بها في العالم الإسلامي متخصصة في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. يعني كل مرة العلماء يكتشفون شيئا يطابق العلوم الصحيحة التي يكتشفها الناس اليوم أو في هذه العصور، ويذكرون أمثلة كثيرة. مثلا قول الله سبحانه وتعالى: وقد خلقكم أطوارا، كيف عرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الجنين في بطن أمه يخلق طورا فطورا، نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظام ثم تكسى العظام لحما كما جاء في سورة المؤمنون. كان علماء الأجنة قبل قرون يظنون أن الجنين يتكون لحم الجنين أولا ثم تزرع العظام في داخل اللحم، خلاف ما يقرره القرآن منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم: فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. يعني هذه الآية تقرر وتبين بوضوح أن العظام قبل اللحم، وهذا اكتشف أخيرا وأسلم بسبب هذه الآية علماء في الأجنة كانوا كفارا، وعندما أخبرهم بعض علماء الإسلام أن هذا الذي تذكرونه اليوم واكتشفتموه اليوم هو موجود في القرآن، وتلوا عليهم الآية فأسلم بعضهم أعلن إسلامه. هذا إعجاز علمي، هذا ميدان وبحر واسع. هناك الإعجاز التشريعي، هذه التشريعات التي يثبت يوما بعد يوم أنها هي التي تحقق مصالح العباد في الدنيا فضلا عن الآخرة. الربا حرمه القرآن عند في سورة البقرة،
وفي سورة آل عمران وفي سورة الروم خوف الله عباده من أكل الربا، وأكل الربا من الكبائر كما جاء في الأحاديث، ولكن الكفار أقاموا نظامهم الاقتصادي وأنظمتهم المصرفية على الربا، ورفضوا أن يسمعوا كلام الله ويدعنوا له، واتبعهم ضعاف الإيمان من إخواننا من المسلمين، واعتمدوا أنظمتهم المصرفية الربوية، حتى أصابهم الله سبحانه وتعالى بهذه القارعة وهذه المصيبة وهي الأزمة المالية العالمية قبل حوالي 8 سنوات أو ما يقرب من ذلك. أقر بعضهم أن لا نجاة من هذه الأزمة ومن مثيلاتها إلا باتباع النظام الإسلامي الذي يمنع الربا منعا باتا قليله وكثيره، ولهذا قالوا لا ننجو من هذه المصيبة إلا بأن نجعل نسبة الفوائد 0%، يعني لا ربا. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هذا باب واسع أيضا، الإعجاز التشريعي، الإعجاز العلمي، لكن نريد أن نركز قليلا على الإعجاز اللغوي، وهو الذي الجانب الأول الذي تحدى به النبي صلى الله عليه وسلم قومه أرباب الفصاحة والبلاغة. لماذا نقول معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم هي المعجزة الكبرى أو الأولى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم له معجزات أخرى، له معجزات أخرى، يعني خوارق للعادات، نبع الماء من بين أصابعه، انشقاق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر. ما هو انشقاق القمر؟ هذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما جاء في صحيح البخاري أن المشركين طلبوا آية معجزة من النبي صلى الله عليه وسلم، فأراهم انشقاق القمر وقال اشهدوا، رأوا القمر وكان بدرا، رأوه قد انقسم قطعتين، قطعة على يمين الجبل وقطعة على يساره، ولكن كان ضرب الله على قلوبهم أكنة، لم يرد الله عز وجل أن يهدي هؤلاء، فقالوا هذا سحر، لقد سحر محمد أبصارنا، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. هذا القرآن تحداهم، الله سبحانه وتعالى قال في سورة البقرة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، إن كنتم في شك من هذا القرآن الذي أنزلناه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأتوا بسورة من مثله، أنتم الشعراء وأنتم البلغاء وأنتم الفصحاء، ائتونا بسورة واحدة من مثل هذا القرآن. أكثر المفسرين قالوا فأتوا بسورة من مثله، يعني من مثل هذا القرآن، وادعوا شهداءكم حلفاءكم أعوانكم أنصاركم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. هذا إعجاز آخر وباب آخر من أبواب الإعجاز، وهو الإخبار بالغيب، الإخبار بالأمور المستقبلة. القرآن فيه أمور أخبر الله بها قبل أن تقع ووقعت، هذا منها، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا إلى يوم القيامة. لا يمكن أن أحدا أن يأتي بسورة من مثل هذا القرآن، وبقي التحدي قائما ولم يستطع أحد أن يأتي بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة مثله. في الأول الله سبحانه وتعالى قال أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، فليأتوا بمثل هذا القرآن، لم يستطيعوا، فسهل الله عز وجل عليهم التحدي، قال فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. في سورة هود قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، حتى لو لم تكن حق، يعني تأتي بكلام حق، حتى كلام ليس له أساس من الصحة كما يقال، لكن في نظمه وفي أسلوبه ائتوا بعشر سور، ليس بكتاب كامل، عجزوا، فقال فأتوا بسورة، عجزوا لم يستطيعوا، فتحداهم الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله
ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الإنس والجن بقدراتهم الخارقة، الإنس بعلومهم وبمعارفهم وبشعرائهم لا يأتون بمثله ولو عاون بعضهم بعضا وظاهر بعضهم بعضا. بعض العلماء يقول الآن لو سألتكم أيهما أصعب، أن يأتي إنسان بعشر سور مثله أو أن يأتي بسورة مثله، أيهما أصعب؟ هناك من يقول بالعكس من العلماء، هناك من يقول العشر سور أصعب، وهناك من يقول السورة أصعب، لأن الإنسان الذي يريد أن يؤلف كلاما بليغا يحتاج إلى كما يقال مساحة من الكلام. أنا إذا قلت لك عبر عن فكرة متكاملة في سطر صعب، لكن أقول لك عبر عن فكرة متكاملة في صفحتين أسهل، ولكن بعض العلماء يقول بالعكس السورة أسهل. ولهذا اختلفوا في ترتيب النزول، هل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات نزلت أول، أم فأتوا بسورة مثله نزلت أول؟ وأيا كان فقد عجز الجميع عن أن يأتوا بحديث مثله أو أن يأتوا بعشر سور مثله ولو لم تكن صادقة، فقط في النظم وفي الأسلوب وفي التركيب، أو أن يأتوا بسورة مثله. من ذكرنا نحن من الإعجاز العلمي موضوع الأجنة، من الإعجاز العلمي أيضا الآية التي يذكرها بعض العلماء: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. من يريد الله أن يهديه يوسع صدره ويشرحه للدين وللإسلام ولقبوله والانقياد له، ومن يريد الله أن يضله، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. شبه هذا الضيق الصدر برجل أو بشخص يصعد يركب يصعد في الجو. وقد ثبت بالعلم أن الإنسان كلما صعد فوق أو إلى أعلى ضاق عليه التنفس. لماذا؟ قال العلماء: لأن كمية الأكسجين تقل كلما صعدنا إلى أعلى. وهذا لم يكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعلمه ولا يعلم هذه الآية لولا أن الله سبحانه وتعالى أنزل عليه هذه الآية وأخبره بها. من ذلك مثلا: وأوحى ربك إلى النحل، في سورة النحل قال الله عز وجل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. الله سبحانه وتعالى يخاطب النحل: ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي، امشي في طرق سهلها الله سبحانه وتعالى لك. ذللا يعني سهلة، الشيء الذلول هو السهل، البعير الذلول هو الجمل الذي يكون سهل أن تقوده، البعير الذلول. مذلل يعني ميسر ومسهل، يعني هناك طرق الله سبحانه طرق يسيرة الله سبحانه وتعالى أمر النحل أن يسير فيها، هذا ظاهر الآية. وعلماء التفسير قديما لم يكتشفوا أمورا علمية كما اكتشفها الناس اليوم، ففسروا الآية على ظاهرها بدون تفصيل، قالوا طرقا سهلها الله سبحانه وتعالى للنحل. كيف سهلها وما هي هذه الطرق وما سبب سهولتها؟ لم يكونوا يعلمون من ذلك شيئا. جاء العلماء اليوم وقالوا هناك شيء يسمى الكثافة الهواء، هناك أجزاء في الهواء هذا الذي أمامنا نتنفسه مضغوطة، مضغوطة يعني يصعب أن تخترقها، في اللغة العلوم يقولون كثافتها عالية، إذا أرادت النحلة أن تخترقها يصعب، ممكن لكن صعبة، ليست سهلة، ليست مدللة. وهناك مناطق في الهواء الكثافة قليلة، الهواء مخلخل
يسهل أن النحلة تمشي من خلاله. قالوا اكتشفنا أن النحل يتبع هذه الطرق قليلة الكثافة امتثالا للأمر الكوني من الله سبحانه وتعالى، فاسلكي سبل ربك ذللا. يهديها الله، الله عز وجل يهدي المخلوقات، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فالنحل يسير عبر مسارات قليلة الكثافة، طرق مدللة ميسرة سهلها الله سبحانه وتعالى له. قوله تعالى يخرج منهما، أو يخرج منهما روايتان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، البحر والنهر. قديما لم يكونوا يستخرجون اللؤلؤ من النهر، اللؤلؤ في القديم كانوا يستخرجونه من البحر فقط، واليوم يستخرجونه من كليهما، يستخرجون اللؤلؤ من البحر ومن النهر. ولهذا بعض المفسرين أو كثير منهم من المفسرين القدماء توقفوا أمام هذه الآية. الآية تقول يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وهم لم يكونوا يخرجون اللؤلؤ إلا من البحر. قال كما في تفسير الجلالين، قال منهما الصادق بأحدهما، وهو المالح البحر، يعني من مجموعهما. أنت إذا أقول لك خذ من هذين الصندوقين منديلا، فأخذت منديل من الصندوق الأول، يصدق عليك، نستطيع أن نقول أنك أخذت منهما يعني من المجموع، ولكن في الحقيقة أنت أخذت من واحد. كلام تقبله اللغة العربية، لكن خلاف الظاهر في تأويل، في شيء من التكلف. ولكن اليوم ثبت أن الناس والصيادين يستخرجون اللؤلؤ من البحر ومن النهر مصداقا لهذه الآية الكريمة. قال تعالى أيضا وأرسلنا الرياح لواقح، لواقح جمع لاقحة. ما معنى لواقح؟ طبعا العلماء قديما قالوا الرياح تحرك السحب وتثير السحب، ثم السحب تمطر، ثم المطر يلقح الأرض فتنبت الأرض. يعني لفوا بنا لفة طويلة نوعا ما. ولكن اليوم العلماء اكتشفوا أنواعا من التلقيح تقوم بها الريح، بذور اللقاح الخفيفة تحملها الريح إلى الأزهار فتلقحها مباشرة على وجه الحقيقة، ليس على وجه المجاز كما يقال. وأيضا السحب تحمل شحنة كهربية موجبة وشحنة كهربية سالبة، تصطدم السحب، ولذلك نسمع ينتج البرق ويصدر الرعد وتمطر السماء. هذه أمثلة، هناك أشياء كثيرة، هو يعني يحتاج إلى وقت طويل الكلام في الإعجاز العلمي. نرجع إلى الإعجاز اللغوي الذي جعل العرب يسجدون. النبي صلى الله عليه وسلم مرة في مكة كما جاء في صحيح البخاري كان يقرأ سورة النجم، وآخر سورة النجم، طبعا سورة النجم كما تعلمون قصيرة الآيات وفيها تهديد، آخر السورة والمؤتفكة أهوى فغشاء، يذكر الله سبحانه وتعالى كيف أهلك الأقوام السابقين، والمؤتفكة أهوى فغشاء أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم، وأن لا تزر وازرة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزى وأن إلى ربك وأنه أهلك عادا لؤلؤا وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. والمؤتفكة والناس يسمعون مسلمهم وكافرهم، كان قد اجتمعوا والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة النجم، آيات قصيرة شديدة الوقع مثل الصواعق تهدد. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى، بأي نعم الله سبحانه وتعالى تجادل أو تشك. أزفت الآزفة، اقتربت الساعة، ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون لاهون تغنون أو تلهون وتلعبون، فاسجدوا لله واعبدوا. سجد الجميع حتى الكفار من شدة وقع هذه الآيات، إلا رجلا واحدا وهو أبي بن خلف، رفع كفا من التراب حفنة وضع على جبهته استكبارا أو استهزاء، فمات كافرا كما قال الراوي.
والباقي سجدوا. ما الذي جعلهم يسجدون؟ وقع هذه الآيات على نفوسهم وعلى قلوبهم. قالوا أبلغ آية في القرآن، طبعا القرآن بليغ ولكن بعض الآيات أبلغ من بعض، كما أن القرآن كله خير وفضل، وبعض الآيات والسور أفضل من بعض. الآيات القرآنية والسور تتفاضل في أجرها وفي منزلتها عند الله، كآية الكرسي وسورة البقرة وسورة الفاتحة. سورة الفاتحة أيضا في إعجازها يعني أمور كثيرة إذا أردنا أن نتكلم عنها ربما إذا أسعفنا الوقت. قالوا أبلغ آية في القرآن كما قال علماء البلاغة هي قوله تعالى في سورة هود بعد أن قص علينا قصة نوح وإغراق الكافرين بالطوفان، وجاء وقت رجوع الأمر إلى ما كان عليه على الأرض ونجاة المؤمنين، وبعد أن غرق الكفار قال الله سبحانه وتعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. هذه الآية قالوا ألفت في بلاغتها كتب. أولا نفس الشيء الجمل القصيرة، الجمل القصيرة كثيرة المعنى، قصيرة المبنى، قصيرة الكلمات، قليلة كلمات مؤثرة أكثر من ولهذا كان القرآن المكي وهو يثبت العقيدة في القلب والإيمان بالله سبحانه وتعالى كانت سمته الغالبة وليس دائما ولكن غالبا آياته قصيرة، بينما القرآن المدني آياته فيها تشريع وفيها أحكام وفيها حلال وحرام كانت في الغالب تكون أطول. وقيل يا أرض ابلعي ماءك، أول شيء قالوا قيل، من الذي قال؟ الله سبحانه وتعالى أمر الأرض والسماء والماء، لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى وقال ربك يا أرض ابلعي ماءك أو وقال الله يا أرض ابلعي ماءك؟ أولا قالوا من الذي يستطيع أن يتكلم في ذلك الموقف المخيف والأرض غرقت أو غرقت ووصل الماء إلى أعالي الجبال؟ من الذي يجرؤ على أن يأمر؟ لا نحتاج إلى أن يقول الله لنا قال الله، لأنه لا يمكن أن نتخيل أو نتصور أن هناك جهة أو مخلوقا يمكن أن يأمر الأرض والسماء. والفاعل في اللغة العربية لا يذكر إذا لا نحتاج إلى ذكره، لماذا نبني الجملة المجهول؟ كسر الولد الزجاج، لماذا نقول كسر الزجاج؟ نحذف الفاعل ونبني الجملة للمجهول. أحد الأسباب أننا لا نحتاج إلى ذكر الفاعل لأنه معروف، وهذا هنا إضافة إلى ما فيها من الاختصار. وطبعا الكلام كلما كان مختصرا مؤديا للغرض كان أبلغ، الإيجاز من أنواع البلاغة. وقيل يا أرض ابلعي ماءك، ماذا حصل؟ هل بلعت الأرض ماءها؟ نعم بلعت ماءها. لم يقل الله سبحانه وتعالى ففعلت أو فبلعت، قال وهل تجرؤ الأرض أيضا أن تخالف أمر الله سبحانه وتعالى الذي أمر السماوات والأرض ثم استوى إلى السماء فسوى، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. لا يمكن، الإنسان الله سبحانه وتعالى أعطاه الخيار، يعصي ويستكبر وقد يؤمن وقد يكفر وقد يطيع وقد يعصي، قد يكون برا وقد يكون فاجرا، لكن الكون الآخر المخلوقات الأخرى لا يمكن، لا يمكن. كن فيكون، لا يحتاج، لا نحتاج إلى أن يقال لنا المفروض هكذا أن الأرض أطاعت الله سبحانه وتعالى فبلعت ماءها، ويا سماء أقلعي نفس الشيء، ثم في لفظة ابلعي وأقلعي هذا شيء في البلاغة في الألفاظ يسمونه الجناس، ابلعي مثل حروف أقلي نفس الحروف إلا في حرف واحد، هذا يعطي لذة في الأذن عندما تسمع هذه الكلمات. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلي أي كفي عن إنزال المطر، وغيض الماء نقص الماء أو أنقص الماء، الله سبحانه وتعالى نقصه.
وقضي الأمر، جملة كلمتان، وقضي الأمر. ما هو الأمر؟ هو الوعد الذي وعد الله سبحانه وتعالى به نوحا بأنه سينجيه هو ومن آمن معه وسيهلك هؤلاء الكفار. واستوت على الجودي، ما هي التي، ما الذي استوى على الجودي؟ السفينة، لا نحتاج إلى ذكرها، اختصار وإيجاز. والجودي اسم جبل يعني رست عليه السفينة عندما بدأ الماء ينزل. وقيل بعدا للقوم الظالمين، سحقا أو لعنة أو طردا من رحمة الله سبحانه وتعالى. تروي بعض كتب التفسير أو تذكر بعض كتب التفسير أن المشركين عزموا يوما أن ينافسوا القرآن أو يعارضوه بكلام بليغ، فقالوا، كانوا يعتقدون أن شرب نوع معين من الخمر المعتقة تصفي الذهن، هكذا كانوا يعتقدون، وأن أكل لحم الضأن الصغير يصفي الذهن، فبقوا مدة يأكلون لحم الضأن الصغير ويشربون هذه الخمر ليعارضوا القرآن حتى تصفو أذهانهم كما يزعمون. وما إن سمعوا قارئا يقرأ هذه الآية من الصحابة وقيل يا أرض ابلعي ماءك إلى آخر الآية، حتى تفرقوا ويأسوا وعجزوا عن أن يعارضوا هذا القرآن أو يأتوا بشيء مثله. طبعا هناك أمثلة أخرى على أن كل كلمة بل كل حرف في القرآن في مكانه، لو غير لفسد نظم القرآن أو قل أو قلت درجة بلاغته. ومثلا الله سبحانه وتعالى في الصوم يقول ثم أتم الصيام إلى الليل، وفي الصلاة يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، هذه كلمة يعني في الصلاة ذكر غسق الليل وفي الصوم ذكر الليل، لماذا؟ لأن غسق الليل تشير إلى دخول وقت صلاة العشاء، ودخول وقت صلاة العشاء إنما يكون بمغيب الشفق الأحمر، يعني لا بد أن تأتي ظلمة الليل، ظلام الليل حتى نكون مخاطبين بصلاة العشاء. والآية في معرض الكلام عن الصلاة، فذكر غسق الليل يعني أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى ظلمة الليل حتى يدخل في الآية صلاة العشاء. ولكن في الصوم نحن نصوم إلى المغرب، يكفي أن يقال إلى الليل، أول عندما تغرب الشمس يدخل الليل ولكن لا يدخل غسق الليل. هذا مثال من الأمثلة في التقديم والتأخير. مثلا قال الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا في سورة الأنعام ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم أنتم وإياهم وأولادكم من بعدكم، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، هذا في سورة الأنعام. وفي سورة الإسراء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، مش من إملاق زي في الأنعام، خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، بالعكس الأولى من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، والثانية نحن خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، باقي دقيقة، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني الإملاق الفقر حاصل الآن، أنتم في فقر، لا تقتل أولادك لأنك فقير الآن، نحن سنرزقك أنت ثم نرزق أولادك بعد ذلك، ولكن ولا تقتلوا أولادكم خشية، ما فيش إملاق الآن، لكن أنت تتوقع وتخاف أن يحصل لك الفقر، فلا تخف نحن نرزق أولادك ونرزقك أنت، لأنه إذا وقعت المصيبة الإنسان أول ما يفكر غالبا أول ما يفكر في نفسه. هذا والله تعالى أعلم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وأن يجعلنا من أوليائه وخاصته الذين يقرؤون القرآن ويقيمون حروفه وحدوده ويتعلمونه ويعلمونه ويدعون إليه وينصحون له، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.